في عندنا العديد من المحاور اللي احنا بنحرص دايما ان احنا نقدم لحضراتكم كل ما هو جديد عن المحاور المرورية الجديدة. النهاردة معانا تقرير معلوماتي عن كوبري بلطيم العلوي. خلينا نشوف الكوبري، نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. شاهدنا مع حضراتكم تقرير معلوماتي عن كوبري بلطيم العلوي. بالتأكيد الكوبري ده كوبري هام جدا، بيساهم بشكل كبير في تخفيف الكثافات المرورية وتقليل كمان الحوادث اللي كانت بتشهدها المنطقة عند مدينة بلطيم، وكمان بيربط بشكل كبير بين المدينة وبين المصايف، وبيربط بين محافظات زي محافظة كفر الشيخ ومحافظة دمياط وبورسعيد مع البحيرة والإسكندرية ومطروح. فبالتأكيد من الكباري الهامة جدا اللي منتشرة دلوقتي يد التعامل والعمار، بتصل كل محافظات مصر، فدايما هنكون مع حضراتكم فيما هو كل جديد بيخص الطرق والكباري.